خرجنا اليوم للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أجلان، وبعدها نشر الاحتلال التركي والإرهاب التركي عن طريق إعلامه عن صحة القائد بأنه غير جيدة، وخاصة قبل أعياد نيروز بعدة أيام، لجعله يوم أسود. يعني هو لو يوم مبارك، يوم عيد نيروز للجميع، يعني سنة جديدة للأكراد، يعني لكي يعني تجعله يوم أسود لجميع الشعوب أو أخوة الشعوب، يعني جميع شعوب الشرق الأوسط. نطالب هنا بالمنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة، خاصة CPT، التدخل لمعرفة التأكد والاطمئنان على صحة القائد عبد الله أوجلان بشكل سريع. يعني أبقى سملت دوزا سروقاتي دك، أبقى سملت بسروقاتي ري، أب كردي خوا بعربي خوا بسرياني خوا، أبقى سأم دنا بدوش جيان دكن أم بفكروا رمان الربرابو رن برا أمم المتحدة خوولو برا برا بس تشتكي ندمة أم سروك خود خوازن برا المب خودي در نكب أم ولاتي خود خوازن برا المب خودي در نكب أم آخا خود خوازن. ومما تفتعله الدولة التركية الفاشية لافتعالات عن وضع القائد الصحية وتشويش رأي المجتمع، مجتمع شمال الشرق السوري بهذا الخصوص، بما تقوم به من احتفالات بخصوص أعياد نوروز، إن الدولة التركية الفاشية تحاول قدر الإمكان إعاقة هذه الاحتفالات بإقامة دعايات عن وضع القائد بأن وضعه الصحي غير سليم لتشويش رأي الشعب الشمال الشرق السوري. هذه الافتعالات كلها من قبل الدولة التركية لن تكسر عزيمتنا كشعوب الشمال الشرق السوري، لن تكسر عزيمتنا كمقاومين، كإرادة صلبة وحرة. ونحن أيضا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف على وضع القائد عبد الله أوجلان وتوضيحه لشعب شعب كردستان، ونحن نوجه رسالة أيضا لشعب الشمال الشرق السوري بأن يكونوا مقاومين، بأن يكونوا ذات إرادة حرة صلبة، لا تكسر إرادتها ما تفتعله الدولة التركية الفاشية من إشاعات بخصوص القائد عبد الله أوجلان لتشويش احتفالات النوروز التي تقوم بها شعوب الشمال الشرق السوري وما قامت بالتحضير له شعوب الشمال الشرق السوري بهذا الخصوص. نحن نعلم أن الدولة التركية الفاشية دائما تتخوف من إرادة شعوب الشمال الشرق السوري. سنواصل المسير باحتفالاتنا، سننتفض بوضع القائد عبد الله أوجلان، سنطالب الشعوب العالم أجمع بتوضيح وضع القائد عبد الله أوجلان بإرادة قوية، بإرادة صلبة.